السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نعم أستاذ أنس، كم تعرفوا على الأخلاق والشيم المحمدية النبوية الشريفة، نبغي منك أن تهدي هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريف بأنشودة إسلامية فيها وصف ومدح لهذا النبي الأكرم. يعني ما ظنك لو قلت لنا أنشودة مثلا خير البرية، خير البرية، خير خلق الله تعالى. نعم مرحبا. خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، أهديك حبي صلاة ربي، أهديك حبي صلاة ربي، ما دام قلبي بالذكر حيا، خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، تبدأ أنادي يا خير هادي، تبدأ أنادي يا خير هادي، قصدي مرادي اعطف علي، خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، حاشاك تغفل عنا وتبخل، حاشاك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسل ارحم شجيا، خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، وشكر الله لك يا أنس الهبطي الشاب الوسيم الأنيق على هذه المديح القصيدة الطيبة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.